يسلمها لكريم العراقي، ادي تقدم وادي تسديد حلوه، جول 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 جول، عملها بيكا، عملها عبد الله بيكا، ضربه حره تتلعب على طول في القلب، وادي راسيه، جول 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 جول، عملها الغزال، عملها الغزال عمرو جمال، عملها الغزال. اي حاجه يشيل تاني تتلعب، خطيره خطيره خطيره، اوه اوه جول، اوه اوه جول، هدف البطوله، هدف البطوله، قلب الاهلي النابض. الاخص هو بيثبت، بص الكوره دي كانت المفروض ان هي كوره طويله، بص اول واحد المفروض احمد فتحي ده باك مدافع، يعني الطبيعي ان هو يقف، خلاص هو يقف ما يجيش، انما هو اللي مكمل وهو اللي داخل في الكوره وبعد كده اتعمد له الكوره. هنا طبعا دي خبره النادي الاهلي اللي كسبته اللقاء، رغم النادي الاهلي بص المباراه دي فيها استفاده كبيره قوي من نواحي كتير جدا. النادي المصري هو فين احمد فتحي بس هنا؟ احمد لا احمد فتحي تحت، احمد فتحي هو اللي سابق هنا. لا ما فيش مشكله، لا ده مش سابق، ده ده اهو. ايوه بعيد يعني. بعيد بس خلي بالك هي تعطلت شويه لانها بقت بس يا كابتن الاصرار ان باك، اصل باك ده المفروض البوزيشن بتاعه يقف تحت، مش هو اللي يكمل، يعني يكمل ده اللي هو تحت الفاول ده. خد بالك دي كل دي الامطار اللي قطعها، ثانيه واحده يا كابتن احمد، دي الامطار اللي قطعها ده لسه 86 متر لحد دلوقتي. احمد فتحي في الدقيقه كام؟ احنا بنتكلم في الدقيقه 121 او 121، لا مش ممكن يعني على سنه ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميه ويحرسه. يا ابراهيم كمان مش السن وبس، البوزيشن كمان مش متطلب ان هو اول واحد يروح ياخد الكوره. صحيح صحيح، يعني البوزيشن بتاعه الطبيعي ان هو هيتمركز في مكانه اللي هو في ناحيه اليمين، ولو خدوه يعمل تحليل منشطات هيطلع سلبي لانه مش هيطلع ايجابي، لان احمد ما بياخدش منشطات، ده هو لياقته البدنيه. كابتن حسن، ما دول برضو في النهايه اولادك، دول اللي كانوا معاك في منتخب مصر بالقلب ده بالطريقه دي. احمد فتحي زي ما هو كده اكنه في 2006. ما تغيرش، اسال زميله. يا زلمه والله ما عشان هو تغير في الهدوء، هدوء الهدوء اللي انا شفته في الجول. يعني احمد بيتكلم انا بضحك، فبيقول لي بتضحك ليه؟ لا انا عارف، انا عارف يا كابتن انت بتضحك ليه؟ ده مش هدوء يعني، ده راجل هيديها شومه وعشان تيجي او ما تجيش، لكن يعملها كده تشب كده بالهدوء ده كله. يا سلام، ده تبقى حاجه جديده، حاجه جديده صحيح.